23 دقيقة ما زالت النتيجة 0-0. مازال اللعب لعب مغلوق على بالك، لعب مغلوق شوف ما هم بالعين، لعب مغلوق. أروح منا مع ماندي أروح. أي عطالي 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 بعيدة بعيدة هذا بول. لا بعيدة 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 يا إبراهيم. معلش معلش هاي الكرة هاي اللعبة هكذا كان الاستلام من عطال، هكذا كانت التوزيع داخل منطقة الجزاء، هكذا كان الإبراد، هكذا كانت المتابعة، وهكذا كانت التسديدة البعيدة كل البعد مباشرة إلى ضربة مرمى لمصلحة إبراهيم كوني ولمصلحة منتخب غينيا. عدة محاولات عدة كرات لكن دون جدول لحد الآن أمام القراءة الدفاعية الجيدة من المنتخب الغيني. كرة في الخلف طويلة في منتصف الميدان لكاميرا يجيبو والتغطية من إيسا ماندي مباشرة لاستنجاد من حارس مدريا. مومام يلبو بخمسة جو ثلاثة قصيرة في الخط الخلفي. مومام يلبو شوف خمسة جو ثلاثة يعود لإيسا إيسا ماندي. مومام يلبو سان جو طبعا مرة أخرى يطلب عطال. روح عطال خويا روح 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 اي ابراهيم 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 والله العظيم هذه وينها ولا مع البنزية صاحبي هذه البنزية لعب حاجة سهلة ولا بنزية معك وين هذا الروتري وين يمشي روتري كاع ما جات روتري ما جات تيرة ما جات والو والو دعم أمالك رب العين الرب العلي رب العين هم يلعبوا المرتدات هما دقوهم دقوهم إن شاء الله بربي 26 دقيقة الجماهير رحمة ربية نقول لك استعد بالله آه. لا أحتك. ياسين 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 التوزيع لكن راح تسال مباشرة الجاذية معليش معليش 37 دقيقة 37 دقيقة المنتخب الوطني الجزائري معليش لعبة لعب مبلع لعب مبلع لعب مبلع كرة راهم يبلعوا اللعب بزاف راهم مبلعين اللعب راهم مبلعين اللعب سدد لكن تسديدك ضعيفة راحت مباشرة بين حدا الحارس إبراهيم معليش 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 لعبة قصيرة لمصلحة جينيفر في الخط الخلفي لسعيد الصوم يبحث عن الكوتش في الكرة والتدخل والخطأ يقول حكم المواجهة لمصلحة بالله عليك ما شتكي يلعبوا الكرة الطويلة ولمصلحة المنتخب الغيني بعد التدخل من عطال هاكي هاك لك هكذا كان عطال هكذا تدخل عطال على سعيد الصوم تحت أنظار حكم المباراة 38 دقيقة هذه الكونيكسيون راهي مقوتة كاع سعيد الصوم مازال ساقط فوق أرضية الميدان لا عفوا لا عفوا لا عفوا حبس البارتي وهذا بنك احتياط المنتخب الوطني الجزائري بكرار عمورة قندوسي كاين حلول كاين حلول كاين حلول كاين حلول كاين
متواجدين في بنك الاحتياط. كرة طويلة في منتصف الميدان. بالله عليك ماركا بالله عليك. من جانب المنتخب الغيني أمام عودة عناصر المنتخب الجزائري للقيام بالواجبات الدفاعية. الكرة في المنتصف وصلت لعبد الله توري يلعب مباشرة للسعيد. اضغط عليه اضغط عليه فماك من أمام بنزية كاميرا يجيب عبد الله توري قصيرة لأمادو هاولي بالله عليه هاولي عم سعيد الصو. ايوه عاود تهسد بالله عليه عاود يرد هاك شو هاك مليح بالله عليه اضغط عليه اضغط عليه خليه لكن التغطيه الدفاعيه موجوده تعاود شي عاود شي فوتو شو عاود شي فوتو فلوس روح روح فيه روح 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 حذاري من هذه الاخطاء حذاري من هذه الكرات على الجهه اليمنى وعوده زروقي مالك يفتك واستجات الكره لرياض الشعبي أي طلع أي طلع وعناصر المنتخب الغيني على حمل الكرة أشوف رامي يطلقوا فينا بربعة في المنطقة تاعنا التريث الانتظار تهدية الأوضاع يأتي ياسين إبراهيمي بنزية قصيرة لمندي مندي مباشرة بدور لتوكاي توكاي لاباس سريع لرايان ايتلولي هاي مليح بدل اللعب غياب الحلول لم نشاهد رم بالعين رم بالعين رم بالعين رم بالعين شوف يدفع بتكتل يصعب من مأمورية المنتخب الوطني الجزائري كرة في المنتصف لياسين يبحث عن تقدم ياسين هاي كرة لياسين على ربي على ربي راحت سهلة مباشرة إلى ضربة مرمى لمصلحة إبراهيم الكوني بالعين 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 ديشن غينيا لبس الكرة التمريرة لكن سريع على ياسين بنزية والكرة مباشرة رم بالله ليش يا نبوي ضربة مرمى لمصلحة إبراهيم الكوني ولمصلحة المنتخب الغيني ونحن نعيش ثلاث دقائق الأخيرة من غمار الشوط الأول من هذه المباراة والتعادل السلبي دائما يخيم على نتيجة هذه المواجهة بين منتخب غينيا والمنتخب الجزائري هنا على أرض الميدان نيلسون مانديلا الحسابية الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم بدون شك بالله عليه بالله عليه شكي يلعب لك يلعب لك مع الناب تاعهم شوف 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 كلام آخر بدون شك أنه بالله بالله أية تاعنا أية مليحة 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 أخدم 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 عاود رد أخدم يلعب أوراق البديلة مبكرا كرة في الخلف لعطال مباشرة لعيسى مندي عيسى لتوكاي يبحث عن يخرج في الكرة توكاي يأتي ياسين إبراهيمي إلى باكسيلا لياسين ياسين لأمين قويري أمين زروقي يترك الكرة لريان ريان سريع لأمين المحاولة مصلحة المنتخب هاي الكرة هاي التسديد هنالك المطالبة بوجود ركلة جزاء والله المهم ممكناتية أمين قويري يطالب والحكم يقول لك ليس هناك من الشيء كرة استرجعت في الخط الخلفي لمصلحة المنتخب الغيني أقعد بالله عليك ما أقعد بالله عليك الرد بالله عليه مازال ذاغت بنزية يفتك هذه الكرة بدون خطأ بدون خطأ الأرضية والخطورة ما زالت لمصلحة ياسين مرفوعة داخل منطقة 18 متر البحث عن التسجيل حاطيها ماذا قال حدم المواجهة ماذا هنالك ليس هنالك ضربة جزاء والكرة طالت راحت إلى الركنية بعد المحاولة الأخيرة أمين أي ثاني هكذا أمين هكذا سدد أمين كان هنالك لبس الكرة باليد وسنشاهد التسديدة الثانية من زروقي والحكم يقول لك اليد كانت ملتصقة في الجسد لذلك ليس هنالك ضربة جزاء اليد كانت ملتصقة في الجسد ليس هنالك ضربة جزاء واحتجاج عناصر المنتخب الوطني الجزائري على قرار حكم المواجهة لكن الكرة راحت مباشرة إلى الركنية أخرى لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري على الجهة اليسرى من مرمى حارس المنتخب الغيني إبراهيم الكوني هل هو موعد التسجيل يا ياسين وصعود هذا المعتبر من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري أي تعني أي تعني كرة مرفوعة في القائمة الثاني بالرأس والكرة الثالثة راحت مباشرة ضربة إلى ضربة مرمى نعم وسيلة ثلاث دقائق
وصلنا على نهاية هذه المرحلة الأولى من المباراة. نعم. خمسة برا. نعم ثلاث دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. الكرة الأخيرة والمحاولة الأخيرة والرأسية من توغاي راحت مباشرة واعتلت الخشبة الثلاث إلى ضربة مرمى لمصلحة منتخب غيني. يمكن القول أن الشوط الأول. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وما تنساوش انك تفعيل الجرس واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.